مشاهدينا اهلا بكم. مشهد جديد نطلع فيه سويا على اهم المستجدات على الساحه العالميه والعربيه والمحليه ايضا. تستضيف مصر على مدار 3 أيام وفد من قاده الجنوب الليبي يزور مصر، لديه العديد من النقاط لبحثها مع الجانب المصري، وذلك في اطار اهتمام مصر بالمساله الليبيه وحلحله الوضع في ليبيا والوصول بليبيا الى وضع حقيقي مستقر. ماذا عن زيارة قادة الجنوب الليبي لمصر، وما هي طبيعة النقاط التي يتم تباحثها مع الجانب المصري في هذه الزيارة؟ ماذا أيضا عن وضعية المسألة الليبية في هذه المرحلة بعد العديد من نقاط الحديث عنها في المرحلة السابقة؟ دعونا نتوقف بالحوار عند هذه النقطة وهذه الزيارة وننطلق منها للحديث عن الأزمة الليبية بأكملها. ضيفي وضيفكم في المشهد اليوم على شاشة النيل للأخبار هو الأستاذ رضا شعبان، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أهلا بك يا أستاذ رضا. أهلا بك. أهلا بحضرتك. اسمح لنا نبدأ في الحوار بعد سياق التقرير التالي. إلى التقرير. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الوفد الليبي الذي قام بزيارة للقاهرة مؤخرا برئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل تسوية الأزمة الليبية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك. وقد ضم الوفد الليبي مختلف أطياف ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية. جاء ذلك في إطار التحركات المصرية الواسعة لدعم الحل السياسي ووقف تدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، حيث أكد رئيس اللجنة للوفد أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية والتمسك بالحل السلمي العاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل للتدخل الأجنبي في ليبيا. من جانبه أعرض أعضاء الوفد عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا، دعينا مصر لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية لكلا البلدين وللحفاظ على وحدة ليبيا. كما قام الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة بزيارة إلى مدينة بنغازي الليبية يوم السبت الماضي موفدا من الرئيس السيسي، حيث نقل رسالة دعم وتأييد من الرئيس للشعب الليبي على مختلف الأصعدة خلال لقائه مع كبار المسؤولين الليبيين. كما جرى التأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه برلمانيون ليبيون أن تركيا تسعى إلى عودة الاضطرابات والصراع العسكري في بلادهم حتى لا يصل المتحاورون الليبيون إلى أي حل أو توافق، وذلك عبر إعطاء الضوء الأخضر لقواتها لمواصلة مهامها في ليبيا، وذلك بعد إغراق البلاد بالسلاح. وكان البرلمان التركي قد وافق مؤخرا على المذكرة التي عرضها الرئيس رجب طيب إردوغان وتقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا ل18 شهرا، وبررت تركيا هذه الخطوة باحتمال استمرار النزاع بين ما تعرف بحكومة الوفاق وبين الجيش الليبي. بأي قدر يمكن اعتبار هذه الزيارة لوفد قادة الجنوب مرحلة أو جولة من جولات المباحثات تقام في القاهرة؟ دعوني أتوجه بالسؤال لضيفي وضيفكم في استوديو النيل أستاذ رضا شعبان، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ رضا، بأي قدر نقدر نعتبر وجود هذا الوفد على مدار 3 أيام في مباحثاته والنقاط التي يود طرحها هي جولة من جولات المباحثات الفعلية؟ نعم، هي يعني الزيارة تأتي في إطار سعي مصر لتقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الواحد وأبناء الوطن الواحد. والجنوب الليبي له أهمية خاصة طبعا وعنده مشاكله الخاصة ويتعرض لأزمات من نوع خاص يحاول استثمارها الجانب الآخر. أهمية الجنوب الليبي، أهمية الزيارة تأتي انه يعني هي في اطار زي ما قلنا هي امتداد لسلسله اللقاءات اللي تجريها الحكومه المصريه تاكيدا على وقوف على مسافه واحده من الجميع. استضافت يعني هي تستضيف بشكل دائم شرق ليبيا، اهالي شرق ليبيا، الليبيين من شرق ليبيا والليبيين من شرق من غرب ليبيا من مختلف الاطياف تراعي يعني
تراعي يعني تشكيلة وتنويعة الشعب الليبي. كل من يريد أن يزور القاهرة أو يستشير في شيء فالقاهرة يعني تفتح أبوابها للجميع. كل من يسعى إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا ومنع التدخلات الأجنبية فالقاهرة ترحب به وفي أي وقت. لذلك اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي يعني تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، لا تنحاز لطرف ضد آخر، تؤمن بشكل قطعي بما تنادي به عدم تدخلات الأجنبية. هي باعتبار القاهرة هي الشقيقة الكبرى لكل العرب وبالأساس الشقيقة الكبرى لليبيا. هناك علاقة خاصة مصرية ليبية تمتد جذورها لقرون مضت. يعني أول تأسيس للجيش الليبي كان في القاهرة وانطلق من منطقة أبو رواش، إضافة إلى التواشج العائلي الموجود على المناطق الحدودية، إضافة إلى أنه الحدود المصرية الليبية والتي تتجاوز 1200 كيلو كلها تقع مع الشرق والجنوب الليبي. إذن الزيارة يعني هي طبيعية في مضمونها، أنه الجنوب يعاني مشكلات، يعاني أزمات حتى ما قبل الانفلات، يعني لديهم مشكلات في التنمية والمشروعات والانفلات الحدودي وما إلى ذلك، لكن تعززه وتزكيه قوى تحاول ضرب استقرار ليبيا، تحاول سرقة ثروات الجنوب الليبي، الثروات الليبية والتي يتكدس معظمها، حوالي 70% من ثروات ليبيا تتكدس في الجنوب. لذا على قدر الثروة وعلى قدر المشاكل الموجودة في الجنوب، على قدر يعني الأطماع ومحاولات ضرب الجنوب الليبي أو محاولات ضرب ليبيا من بوابة الجنوب. لذلك أرى أن الزيارة يعني هي مهمة، رغم أنها يعني تأتي ضمن سلسلة لقاءات كما أسلفت، لكن هي مهمة الآن. هناك الجنوب الليبي يعني في تكوينات كتير، في تكوينات عرقية، في تكوينات قبلية. طبعا الجنوب الليبي معظم مدن الجنوب الليبي لها حدود مشتركة مع عدة دول أخرى، لذلك فهي يعني محط صراع دولي ومحط ومطمع للقوى الطامعة في الثروات الليبية، لكن هي بالأساس تعني لمصر الأمن القومي، لأن معظم زي ما قلت إنه معظم حدودنا المشتركة مع ليبيا تمتد من الشرق، يعني كل معظم مدن الجنوب ومدن الشرق كلها تتحاد مع القاهرة على مسافة 1200 كيلو. احنا امام 75 شخصية بيمثلوا اعيان ونخب الاقليم في هذه الزيارة، في نقاط اساسية بتطرح للنقاش، كيف تراها؟ يعني هو يعني النقاط يعني زي ما قلت انه في يعني الجنوب الليبي يعاني من نقص الخدمات. حتى ما قبل يعني 2011 الجنوب الليبي يشعر بالتهميش. يعني ما كانش، على الرغم ان في قبائل عريقه، قبائل كبيره يعني موطنها الجنوب ومتراميه في كافه اقطار ليبيا، لكنه في كافه انحاء ليبيا، لكنه كانت يعني لا تحظى باهتمام كبير. فلذلك عندهم مشاكل متراكمه في الخدمات، في الكهرباء، في التعليم، في الصحه. يعني لجوء الجنوب الليبي للقاهرة سعيا جزء من الزيارة انه يعني تقديم استشارات علم في التعليم، في المشروعات، في التنمية في الجنوب وما الى ذلك. هي جزء كبير من يعني مشاكل الجنوب، المشاكل الجنوب الخدمية. هل في محددات لموقف القبائل الليبية؟ كان هناك فيما سبق أيضا لقاء مع القبائل الليبية، كان في يوليو الماضي. هل في موقف بتجتمع عليه القبائل الليبية في إطار الحل أو التسوية اللي عايزين يصلوا إليها على الأرض في الموقف الليبي بأكمله أو برمته؟ صحيح، هي يعني الموقف الذي تجتمع عليه كل ليبيا وكل الأفراد الليبي ما عدا يعني 2% بس، هو عدم التدخل الأجنبي في ليبيا. عظيم. يعني هو ده المحدد الرئيسي.
إضافة إلى المحدد الآخر وحدة المصير بين ليبيا ومصر، وده اللي اتكلمنا عنها فيما يخص العلاقة الجغرافية والعلاقة التاريخية والعلاقة العائلية حتى يعني على الحدود. معظم قبائل الجنوب يعني على حدودنا مع واحد سيوة وما إلى ذلك، يعني معظم المناطق الشرق يعني على حدودنا مع مطروح والسلوم وما إلى ذلك. المحددات الرئيسية هي رفض التدخل الأجنبي، رفض إزكاء الصراعات، لأنه طبعا في قوى يعني تساعد على ضرب الاستقرار من بوابة تنظيم الإخوان الإرهابي عبر تفعيل الصراعات بين القبائل الليبية في الجنوب وحتى في الشرق وحتى في الغرب لضمان استمرار حالة الفوضى. واستمرار حالة الفوضى بيتح لها فرصة للتواجد العسكري، بيتح لها فرصة للسطو على ثروات الشعب الليبي. لذلك الشعب الليبي يعني بكافة أطيافه يجمع على عدالة الثروة في توزيع عدالة توزيع الثروات، إجراء يعني اتخاذ إجراءات اقتصادية تمنع تسرب هذه الثروات إلى أيدي تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يعمل كأداة وظيفية لأي محتل يعني، ويحاول تمكين تركيا من الثروات الليبية. وإضافة إلى أنه المحدد الآخر أنه في وحدة مصير، ما يهدد ليبيا هو يهدد مصر بالأساس بالتأكيد. يعني لذلك السيد الرئيس أكد أكثر من مرة أنه ليبيا هي أمن قومي مصري، يعني نتعاطى معها باعتبار أنها جزء من أمننا القومي. وحتى في يونيو الماضي في الخطاب الشهير للسيد الرئيس حول الخط الأحمر، يعني المدن الوسط هي مدخل لمدن الجنوب، يعني سيرت والجفرة هي مدخل لمدن الجنوب. لذلك السيد الرئيس حدد الخط الأحمر بعدم المساسبة. أنا هنطلق يعني نزيد المشهد اتساعا في الرؤية لخط سيرت الجفرة زي ما حضرتك ذكرت. حضرتك بترى ازاي التزام القوى الدولية بهذا الخط الأحمر الذي وضعه سيادة الرئيس في هذه المرحلة؟ يعني هي احنا نقصد الميليشيات التابعة لتركيا، الميليشيات الليبية الموالية لتركيا، وتنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا ذاتها يعني تركيا ومرتزقتها والميليشيات الموالية لها في ليبيا لم تلتزم، تحاول التحرش، يعني حاولت التحرش أكثر من مرة. الجيش الليبي هادئ يضبط نفسه، يحاول يعني الرد على أي استفزاز، أو يعني يحاول يعني لا ينجر إلى الاستفزازات. تركيا يعني ضد هذا، ضد مسارات التسوية في ليبيا، تحاول إفشالها بأي شكل. لأنه لو حصل تسوية في ليبيا يعني بالأساس هناك قرارات متخذة اقتصادية وسياسية وعسكرية. السياسي المسار السياسي ما زال متعسرا، يعني وهو يتعلق بإجراء انتخابات وحكومة تنفيذية وما إلى ذلك. المسارين المرتبطين بالتدخل الأجنبي، المسار الاقتصادي والمسار العسكري. المسار العسكري في 23 أكتوبر الماضي اللجنة العسكرية الليبية اللي اجتمعت في جنيف اتخذت قرارات خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، سحب جميع المرتزقة اللي أرسلتهم تركيا إلى غرب ليبيا، تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها. وده طبعا يعني بيقطع الطريق على التدخل التركي، تتدخل تحت، إضافة إلى أنه من ضمن القرارات إلغاء كافة الاتفاقات المبرمة مع تركيا في الفترة الماضية بينها وبين حكومة ما يسمى حكومة الوفاق. يعني هذا يعني قرار واضح. إضافة إلى المسار الاقتصادي كما أسلفت أنه اتخذ إجراءات من شأنها يعني الحفاظ على الثروات الليبية وتحديد آليات رقابية لمساراتها. يعني هل الليبيين هم اللي بيستفيدوا بده، ولا فئة معينة منهم، ولا يعني مجموعة أيديولوجية تستفيد منها؟ تركيا أصلحت يعني انهيارات الاقتصادية على حساب الدماء الليبية. يعني تركيا تبيع لغرب ليبيا أسلحة فاسدة، ويعني أسلحة أثبتت فشلها في العالم كله، يعني عملهم معمل تجارب. يعني
احسن احوال الظن ان يكون يعني حكومه الوفاق وما تسمى حكومه الوفاق يعني احسن احوال الظن انها مخدوعه. لكن هو في النهايه يعني لنا نتائج في مليارات من الثروات الليبيه تذهب الى الخزائن التركيه وتعود في شكل رصاص وتعود في شكل اسلحه. هي صحيح اسلحه فاشله اثبت فشلها يعني في المواجهات المسيرات وما الى ذلك وسياره يعني يطلق عليها لوكيربي ولا يعني مش كيربي يعني حتى الليبيين يعني بيتنضروا عليها بنسميها لميس. نعم صحيح. فيعني هو في النهايه المسار الاقتصادي والمسار السياسي والمسار العسكري هما المحددات الرئيسيه. المسار الاقتصادي والمسار العسكري هل هم قادرين على الوصول لحلول حقيقيه ام ان المسار السياسي ان اتزن سيكون له دور في نقول ايه في عمليه احداث توازن حقيقي في المساله؟ لا في هذا يعني هو الجيش اللي بيحدد قال مشكله ليبيا والقبائل الليبيه وحتى يعني الاخوه المجتمعين في القاهره الجميع يجمع ان ازمه ليبيا مش سياسيه ازمه ليبيا امنيه بالاساس. انفلات في السلاح والامم المتحده ومؤتمر برلين وكل المبادرات وتفاهمات ابو ظبي واعلان القاهره يعني كله حدد ازمه ليبيا في المسارين الامني فكك الميليشيات يسحب سلاحها يعني ساعد المؤسسات الشرعيه على القيام بدورها الجيش والشرطه والبرلمان اضافه الى يعني حصار الانفلات الاقتصادي. المال الليبي يتسرب لايادي ارهابيه تهدد امن المنطقه بالكامل ويعني وليس طيب خلينا نرصد كده حسابات القوى في داخل الليبي في فكره من مع هذه الميليشيات ومن ضدها وكيف تدار العمليه على الارض في العمليه الامنيه. حسابات القوى عامله ازاي؟ يعني هي الميليشيات الليبيه في غرب الميليشيات في غرب ليبيا يعني تنقسم قسمين. في جزء منها ميليشيات عقائديه تنظيمات ارهابيه يعني كل ميليشيا على راسها شخص يعني بيتعاطى مع المساله بشكل ايديولوجي وعقائدي وغالبا ما يكون يعني مر على افغانستان وترابور وغالبا ما يكون ممول من قطر وده اثبتته كل التجارب والجيش اللي بيتكلم عنها ويعني يغطى بشرعيه من تركيا بشكل او باخر ويعالج في تركيا اذا اصيب وما الى ذلك وحتى معظمهم شارك في الحرب في سوريا ومعظمهم تدرب في المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال السوري وحتى في العراق عفوا. إذن لدينا ميليشيات عقائدية متحالفة مع تنظيم الإخوان الإرهابي وعنده ميليشيات هو يعني هو الآخر إضافة إلى الميليشيات الإجرامية. هو عشان يسيطر على غرب ليبيا ويمنع أي استقرار ويمنع الجيش الليبي من بسط سيطرة الدولة الليبية على كافة التراب هو تبنى نهج نشر الفوضى لأنه هو ما يقدرش يسلح مجموعاته الأيديولوجية والعقائدية والمستقدمة من الخارج إلا في حالة من الانفلات وحالة من الفوضى. لو الجيش الليبي يبسط سيطرته بشكل كامل على كافة التراب الليبي مش هيبقى فيه فرصة ان هو يسلح مجموعات لذا هو يعني يحافظ. من هذا المنطلق هتلاقي الـ يعني تركيا وقطر بالاساس وقوة اخرى خفية وراهم تدعم حالة الفوضى وده تم طبعا منذ 2014 وحتى الان بشكل مكثف وكان واضح واعلنوا عن نفسهم بشكل واضح وسافر في 2014 تحت غطاء الحفاظ على الثوره في اعقاب الانتخابات اللي افرزت البرلمان الليبي الحالي. ده شكل صدمه كبيره جدا. هم كانوا مسيطرين على الجسم النيابي ما قبل البرلمان اللي هو المؤتمر العام. بعد اجراء الانتخابات الناس جربتهم سنتين من 12 ل 14 شافت ان الاموال ما بتقعدش على الليبيين في حاجه. شافت ان المقرب الى السلطه وقتها هم كانوا يعني يسيطرون يعني يبسطون نفوذهم على السلطه اللي هي في المؤتمر العام. شافوا ان اللي بيتم تقريبه الى هذه السلطه هي مجموعه من الميليشيات ويعني ومجرمين يعني
في مجرمين لتهريب البشر، في مجرمين ميليشيات كاملة يعني ما تشبه الجيوش متخصصة في تهريب النفط الليبي وبتبيعه لحساب مجموعات ايديولوجية وعقائدية وإرهابيين بشكل واضح يعني. في مجموعات الخطف وطلب فدية، كلها مصادر تمويل، كلها مصادر تمويل للإرهاب بشكل مباشر. برضو المجموعات اللي بتشتغل في الهجرة غير الشرعية مقسمين نفسهم، يعني هي تركيا لها نفوذ جوه أفريقيا يعني، ولها ميليشيات داخل الدول المنفلتة برضو هي وتساعد على ذلك. هي بتتدخل في الدول الفقيرة تحت غطاء المساعدات الإنسانية ثم تتوسع، وبعد كده بتعمل ميليشيات تدافع عنها. الميليشيات دي بتبدأ الدعوة للهجرة، هي اللي بتجيبه لليبيا. وانا قلت ده يعني في لقاء سابق، يعني ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي كأحد مصادر التمويل، تستقدم المساكين من إفريقيا لليبيا، وبعدين الميليشيا أخرى بتاخد منه فلوس عشان تودي أوروبا، وفي نفس الوقت بتروح مبلغة السلطات الإيطالية والسلطات في جنوب أوروبا إن في كذا، إن في يعني هجرة غير شرعية، فبتاخد فلوس برضو من السلطات الإيطالية، وده مثبت. أنا بتكلمش بشكل لعب على كل الاتجاهات يعني، لعب على كل الاتجاهات، لكن الملمح الرئيسي هو تمويل الإرهاب بأي شكل. ده واضح في يعني يقدر اي حد متابع للساحه الدوليه انه يلحظ ويلاحظ هذا الدور المشين. البعض بيرى ان في تراجع في الفتره الاخيره لهذا الدور مما ادى لانجاح مفاوضات الغردقه والنيئه. الدور الميليشياوي تقصدي؟ اه بالظبط. لا هو مفيش تراجع، هو يعني محاوله، يعني القوى الدوليه اللي هي بترعى والبعثة الاموميه برضو يعني لما يعني تبنت المسارات الثلاثة، المسارات الثلاثة هي خريطة الطريق اللي وضعها السيد غسان سلام المبعوث للأمم السابق، ثم أقرها مؤتمر برلين، ثم وضعت في القرار 25/10 لمجلس الأمن في يعني خطة ثلاثية الرجل وضعها. المسؤولة الأممية بالإنابة ستيفاني هي حاولت يعني تطبق او تستكمل الخطه الثلاثيه اللي وضعها سلفها، يعني هي بعد ما استقال هي تولت الدعوه للمسارات طبعا بمساعده مصريه، والمسارين اللي القاهره تدخلت فيهم يعني بتنسيق اممي يعني هم المسارين اللي ناجحين، لان مصر لديها رؤيه واضحه عن المشكله في ليبيا، لديها رؤية واضحة عن مفاتيح الحل في ليبيا، وقالت من أول الأزمة أي سلاح خارج مؤسسة الدولة خطر، أي مجموعة تحت أي طب هذا الفهم المصري لطبيعة المشكلة في ليبيا بشكل واضح، حضرتك بتعزيل إيه بالظبط؟ فهم الطبيعة الليبية، طبيعتنا كدولة جوار، يعني بتقراها ازاي هذا يعني الفكر؟ طبعا هو يعني احنا يعني القاهره دوله يعني كبيره وعريقه يعني، ولها ثقل عربي ودولي يعني كبير جدا يعني. هو لو يعني احنا لو القاهره مش دارسه اللي حواليها والمحيط اللي حواليها والتحديات الدوليه والتحديات الاقليميه يعني ما كناش قاعدين لحد دلوقتي يعني كده، احنا كنا من ضمن دائرة الاستهداف وما زلنا دائرة الاستهداف. ومحاولة عدم يعني استقرار في ليبيا مقصود بها القاهرة بالأساس بالتأكيد. فالقاهرة درس المسألة بشكل كويس، درس التحديات بشكل كويس، جاهزة لكل السيناريوهات، بتمد ايديها باليمين بالسلام وبالمبادرات السلمية، وبتمد ايديها برضو عند الخيار العسكري، وده اللي واضح جدا في رسائل السيد الرئيس في يونيو الماضي 6 يونيو سيادته اتكلم عن مبادرة سلمية للحل في ليبيا ورعاية القاهرة لها، وحدد فيها 6 بنود فيها الحاجات اللي احنا قلنا عليها، انه تفكيك الميليشيات، مساعدة المؤسسات الشرعية على القيام بدورها،
نزع السلاح، الإجراءات والترتيبات الأمنية، يعني إخراج كل تسليم كل الإرهابيين تطبيقا لقرارات مجلس الأمن. مجلس الأمن في القرار 25/10 محدد، يعني محدد يعني يعني إخراج كل العناصر الإرهابية من المشهد، وهي بتحاول تسطو على ليبيا بشكل كامل. طبعا ده جزء من الفهم والوعي المصري والإدراك المصري لحقيقة المشكلة في ليبيا، وبرضو تضمنت المبادرة إصلاحات الاقتصادية اللي هي بتتنفذ الآن، إنه يكون عوائد النفط مرصودة، معروف راح فين. البنك المركزي الليبي على رأسه أحد أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي. البنك المركزي، لو ربطت بين موقف البنك المركزي الليبي وانهياراته والبنك المركزي التركي وصعود مدخراته، يعني هنفهم العلاقة بالضبط والهدف من ليبيا. إلى جانب هذه المبادرة السياسية والرؤية، إيه اللي تحقق يا أستاذ رضا من هذه النقاط حتى الآن على الأرض؟ حاجتين. أولا اللجنة العسكرية الليبية وصلت لاتفاق في جنيف 23 أكتوبر. الاتفاق أنه إخراج المرتزقة، ده أولا، حصر الميليشيات وتفكيكها وسحب سلاحها، إخراج كل القوات الأجنبية، يعني اللي هي زي الأتراك موجودين بشكل مباشر، عسكريين أتراك موجودين بيتولوا التدريب، بيتولوا التنسيق، بيتولوا يعني قاعدين في قاعدة الوطية وقاعدين في قاعدة مصراتة، يعني عسكريين أتراك. القرارات تضمنت أيضا وقف كل الاتفاقيات اللي بيتم تحتيها يعني غزو ليبيا، يعني ده مش غزو ناعم، ده غزو مباشر وخشن، سيطرة مباشرة. منزل عسكريين على الأرض في دولة غير دولته، ده معناه إيه؟ يعني إذا مش احتلال وإذا مش غزو يبقى اسمه إيه؟ ده اللي احنا فاهمينه يعني طول عمرنا، أن أي أجنبي، أي جندي أو أي عسكري في غير أرضه يبقى مرتزق أو غازي أو محتل. دي مسألة يعني إلا إذا كانت بقى المفاهيم الدولية اتغيرت يعني. فده جزء اللي تحقق من الرعاية المصرية للشأن الليبي، الإضافة إلى أنه ده على المسار العسكري، واللجنة العسكرية يعني واخدة قرارات وواخدة ومحققة خطوات ناجحة وملتزمة ومنضبطة، إضافة إلى أنه قرار تثبيت وقف إطلاق النار، في قرار دلوقتي بوقف إطلاق النار، وده كانت برضو دعت إليه إلى القاهرة في إعلان القاهرة في 6 يونيو. بعد التمادي التركي والتجاوز التركي وعدم التزامها بمبادرة القاهرة، لأن مبادرة القاهرة جاءت شاملة لكل ما قبلها، مطلوب كل المطلوب، كل المطلوب لحل الأزمة الليبية. عندنا ما عندناش يعني عصاية سحرية، لكن عندنا فهم وإدراك بحقيقة الأوضاع في ليبيا، حتى المشاكل الداخلية في إلمام واعي، في إلمام وفي وعي وفي إدراك كامل بحقيقة الأزمة الليبية. كيفية التحرك فيما تبقى من نقاط، يعني كمان عايز برضه اوضح ان في من المنجزات الانجاز الاقتصادي، الانجاز الاقتصادي ناجح جدا، واخد قرارات يعني رائعه، اولا منها تخصيص حساب خاص لعوائد النفط الليبي، اولا طبعا تدخل القاهره لفتح النفط، يعني برضه ده راجع لرعايه القاهره لكل الاطراف، يعني السيد احمد معتيج نائب فايز السراج في حكومه ما تعرف الوفاق، حكومه ما تعرف بحكومه الوفاق، برضو كان برعايه مصريه، يعني اتفاقه مع السيد المشير قائد الجيش الليبي المشير خليفه حفتر، اعاده فتح النفط مع ايجاد عمل فتح حساب خاص بعوائد النفط، اضافه الى إيجاد آلية رقابية لصرف هذه العوائد، يعني ده من حماية مباشرة للاقتصاد الليبي. بالضبط، يعني احنا بنقول نظموا الاقتصاد يعني مع ضمانة وصوله لأهله مستحقي لأهله، ما هم أصحاب المال اللي بيندوا أصحاب المال، ما بنقولش
يعني ما بنقولش هاتوا لنا احنا، يعني الحمد لله رب العالمين القاهرة تتعامل بمبدئية بشكل يعني قد تكاد تكون يعني ضمن دولتين او ثلاثة اللي بتعامل بشكل مبدئي مع ليبيا، الباقي بتعامل بمنطق المصلحة وسرعة النفوذ، نزاهة التعامل مع القضية، النزاهة والحيادية يعني هو لما يكون دولة جواري، دولة مستقرة وفيها مؤسسات شرعية ودولة تعرف التعامل معها بالضرورة ده هيعكس نفسه. لما كانت ليبيا دولة مستقرة كان عندنا عمالة موجودة هناك، كان في استثمارات بشكل وكان في استثمارات بالتأكيد. فبالأساس وقفت مصر وقفة لصالح الشعب الليبي وانت استقر وقفة لحالك وتعامل مع من تتعامل، يعني احنا لا نملي، يعني لا نملي إرادتنا على أحد، نحن ننصح ونوجه ونرشد للحلول السليمة والناجعة للأزمة الليبية. ده المنجزين اللي حضرتك سألت عنهم. أما المنجز السياسي فالسيد الرئيس برضو تضمنته مبادرة القاهرة الحل السياسي، لكن تضمنت مبادرة ليبية ليبية طرحها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان ووافق عليها السيد فايز السراج، وافقت عليها أطراف من الغرب الليبي والجميع رحب بها وما إلى ذلك. يعني بس هو التركيز كان على الجانب العسكري والجانب الاقتصادي، ده هم أهم الجوانب التي يجب السيطرة عليها، المدخلين. هم دول المدخلين الرئيسيين. الشأن السياسي اللي بين يحددوه، يعني يحددوه وفي آليات لده وفي آليات ممكن يعني تستحدث، يعني في آليات، يعني كل جميع الليبيين المسجلين في قوائم الانتخابات 3 مليون يعني لو تم يعني عن طريق رسالة SMS للثلاثة مليون هتنتج انتخابات وهتنتج رأي سياسي وشكل سياسي، قاعدة سياسية واضحة ويتم التحرك عليها وبعيدة عن أي شبهات. في ضوء كل ما تحقق في المرحلة السابقة عبر لقاءات سياسية ومفاوضات دولية والعديد من الجلسات، بترى المرحلة القادمة ازاي في ليبيا؟ يعني هو التعويل كان هو التعويل على طبعا على إدراك المجتمع الدولي بخطورة استمرار هذا الوضع في ليبيا. الوضع لا يهدد القاهرة فقط ولا يهدد الليبيين فقط، يهدد 9 دول منهم 5 دول عربية، يهدد كمان الساحل الجنوبي لأوروبا. يعني كل الانفلات اللي موجود في ليبيا أوروبا نالت منه حظها، يعني عمليات إرهابية في باريس، يعني إيطاليا دخلها عدد كبير، تركيا يعني تحاول ابتزاز أوروبا للضغط عليه من الناحية الجنوبية أيضا، يعني كما تضغط من ناحية اليونان ومن ناحية ألمانيا، يعني تحاول إحكام السيطرة على أوروبا عبر ليبيا. الإرهابيين اللي بيتسربوا من ليبيا وهذا الانفلات الموجود، ما ده طبعا ده بيهدد يعني صلب ما قام عليه مجلس الأمن الدولي في رعاية الأمن والسلم الدولي. خلخلة للوضع الدولي تحت أي بند بتتم؟ طبعاً. احنا بنتمنى الوصول لحلول حقيقية على الأرض في المرحلة القادمة، يكون أساسها زي ما حضرتك أشرت هو الجانبين العسكري والاقتصادي بشكل حقيقي، والسير في هذا الاتجاه حتى النهاية وصولا إلى الاستقرار الحقيقي في ليبيا. أستاذ رضا شعباني كاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، شرفتنا بوجودك النهاردة معنا في المشهد على شاشة النيل الأخضر. الله يعزك فنجم، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا انتهى وقتنا اليوم، وهذه الرؤية للمشهد الليبي، إلى أن لكم منا التحية.